مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد برنامج لايف المشاهير. هذا البرنامج يطلع عليكم يوميا على 6:40 على قناتكم وقناة كل عائلة الجزائرية الشروق تي في. يعني كما على بالكم بلي يوميا نحب نقول لكم اسقسم قاس، كل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والهنا. كنا حابين انه نديروا حلقة خاصة ومميزة ونحتفلوا معكم كالعادة، دائما نحتفلوا معكم سواء بالعيد سواء برمضان، دائما نكونوا حاضرين معكم لأنه على بالكم انتم عائلتنا الثانية اللي نشاركوا معكم كل الأفراح وكل المناسبات، حتى كي نكونوا في الضيق وفي السراء والضراء تكونوا معنا وشاركنا. لكن للأسف الظروف ما سمحت لناش أن نحتفلوا بعد رحيل زميلنا وأخنا وصديقنا حمزة بركاوي اللي شفناه البارح توفى. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذاك الخبر وفاة اللي سقط علينا خبر مفجع وفاجع وفجع كامل، يعني ما نقولش الأسرة الإعلامية والأسرة الرياضية ولا حنا بيناتنا، أنه شفت الناس حتى في مواقع التواصل الاجتماعي كلها تأثرت بموت حمزة وكلها الناس حست بهذاك الخبر. يعني أنا خلوني نقول كان يوم حزين علينا وعلى كل الجزائريين، ومازال يعني رانا يعني في كما نقولوا في حزن اللي راح حيل هذا الاخ والزميل اللي سبق لنا وتعاملنا معه كامل، يعني اللي ما خدمش معاه كان يتلاقى به ويشوف حمزه الباشوش والضحوك الى غير ذلك. نعاودوا نذكروا برك انه زميلنا حمزه بركاوي كان توفى اثر اصابته او بعد صراع كبير مع مرض الملاريا اللي كان اصيب به خلال تاديته لمهامه كاعلامي في الكاميرون لتغطيه كاس امم افريقيا 2022. فهذا المرض يعني مشاله وزاد وزاد وزاد، فيعني رحل عنا زميلنا حمزه بركاوي. نقولوا انا لله وانا اليه راجعون، وباسمنا وباسم كل مجمع الشروق نقدموا تعازينا الخالصه لكل عائله بركاوي وكل عائله زوجته كذلك، اللي نقولوا لها ربي يعطيك الصبر ان شاء الله، وكذا البنتين اللي خلاهم. أكيد الله يرحمه ويصبر عائلته ويصبر أهله ويصبر كل محبيه وأصدقائه. أنا بدي أقول أنه أنا لأني جديد تقريبا في الشروق ما سبق لي أنه تلاقيت فيها أو بعرفه شخصيا، بس الاحترام والحب اللي شفته من كل زملائه، إن كانوا اللي اشتغلوا معه واللي بيتلاقوا معه وما كانوا خدموا معه، واللي القصص اللي سمعتهم عنه مثل ما أنت قلتي كل العالم تقول أنه هو قديش كان إنسان بشوش، قديش إنسان محترم، طيب. قديش إنسان طيب بيتعامل مع كل الناس بطيبة واحترام. يعني حتى كي تلاقى بك يا كريم زعما كانت زعما ما خدمتش معاه ولا ما صحت لكش الفرصه، لكن كي تلاقى بك يقصر يضحك، يعني حتى كي تجي جايز عليه السلام ولصباح الخير ما يفوتك هو ليها، يعني حتى انت كتكون اللي هو يفسقك ليها. انه حتى اذا ما تلاقيت معه او خدمت معه اكيد هذا الشيء بياثر، يعني اول شيء بدايه لانه زميل وصحفي ان كان بيشتغل باي منصه ثانيه، وثاني شيء بيشتغل معنا بنفس القناه، الثالث اب لطفلتين، فكل هذا الشيء بيخلي الواحد اكيد يعني يتاثر ويقول انه الله يرحمه. حتى الناس في مواقع التواصل الاجتماعي كريم اونيفين، يعني شفنا انه الناس يعني الاغلبيه اللي علقوا خلاو تعليقات في الصفحات الرسميه لقناه الشروق ولا حتى يعني في الصور تاعو اللي انتشرت في كثير من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا الحب اللي يعني الحمزه اللي شفناه في التعليقات. فالناس اللي كانت تشوفوا عبر الشاشه وما تعرفوش مام با يعني في الواقع، يعني انصدموا لوفاة هذا الانسان. فيعني ماشي كما قال زميلنا بوروبي، يعني ماشي نيمبورت لو كي يقدر يكون عنده هاد لا شونس تاع حب الناس اللي يقدروا يدعوا لك بعد وفاتك. فان الله وانا اليه راجعون، وان شاء الله يكون من اهل الجنه ان شاء الله يا ربي. خاصه اكرام على بالنا باللي ربي كيحب عبده ما يخليش يتعذب اكثر، هو على بالنا باللي كان مريض خاصه بعد ما جايته اصيب بزاف خدرت مضاعفات في الصحه تاعو. دونك حنايا نقولوا باللي ربي كيحب عبده ما يخليش يتعذب اكثر، وهو هكا حمزه كان ريح لانه خاصه في الايام الاخيره على بالنا بلي كان مرض بزاف. حنا كنا نتصلوا بالاقرباء تاعو، كنا سقسيويتو، يعني حتى انا كنت اتصلت بزميلنا محمد بوروبي قبل ايام، يعني بثلاث ايام قبل ما يموت، عيط له قلت له حابه نجي نزورو، قال لي نيفين خلي هذيك ليماج تاع حمزه اللي تعرفيه باش ما تجيش تمرضي وتنضري، قال لي ادع عليك غير ادعي له وصلي وادعوا له هذا وشغل يسحق لكم، لكن باش تجوا تشوفوا بهذيك الصوره راح تزيدوا تمرضوا اكثر لانه حنا نعرفوا حمزه كيفاش داير. وطبعا اكرام حنا كنا حضرنا ورقه لاهم محطات واش قدمنا. سمحي لي برك نيفين قبل المحطات، يعني ما ننساوش برك انه البارح يعني العدد اللي قدمناه انا ونيفين كانوا تواصلوا معنا اعلاميين فنانين ونائبين كذلك، اللي كانوا يعني الحب لحمزه بركاوي كان مزروع في قلبهم وطاو شهاده الخير فيه وطاو شهاده الحق فيه، نقدروا نقولوا لانه ما نقدروش نقولوا شهاده خير لانها شهاده حق هي في الصح. وقالوا انه هذا الانسان كان يحب خدمته وكانوا يعني متاسفين ومصدومين كذلك، ما رانا كامل مصدومين. لو كان كملنا على حسب الاتصالات ورسائل
القاعدة اللي بعثوا لنا. لا يعني حنا نقعدوا عام وحنا ندوزوا في هذوك الرسائل تاع اللاعبين وتاع الصحفيين والمشاهير اللي بعثوا لنا، ما قدرناش من كل دومين دينا واحد. دينا واحد 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 باش قدرنا يعني ندوزوا أموا من كل دومين واحد. كان حفيظ الراجي، كان حفيظ الراجي، زين زين فرحات، وكان راح يكون خساني زنقا كريزي، وكان راح يكون معنا بورك بارمزي، كانوا راح يكونوا ثاني حتى لاعبين من السعودية ومن قطر كانوا يتصلوا بنا، كانوا حابين يكونوا معنا. لكن ضيق الوقت ما كناش قادرين حنايا نستقبلوا كامل المكالمات، لكن نحب نقول لهم انه شفناكم وشفنا هذاك الحب تاعكم لحمزه بركاوي، وحنا ثاني بينا يعني بحاجه صغيره كما نقولوا ورقه لحمزه بركاوي لاهم محطات واش قدم للساحه الرياضيه. يلا نشوفوها مع بعض من زميلتنا هاله. يقال ان الصحافه تاكل ابناءها، انا لله وانا اليه راجعون. قلم آخر من أقلام الإعلام بمجمع الشروق يترجل حمزة بركاوي ينتقل إلى الرفيق الأعلى بعد صراع مرير مع داء الملاريا جراء تغطية صحفية خلال فعاليات كأس إفريقيا للأمم في الكاميرون. حمزة رحل تاركا بنتان في عمر الزهور بعد مناشدة للسلطات عديد المرات، تضامن واسع من الوسط وكذا المتابعين. صدمة بعثرت مفرداتنا في نعي حمزة بركاوي وجعلتنا عاجزين عن التعبير. رحلت تاركا مكانك في القسم الرياضي شاغرا، بصمتك وحضورك جعل منك أحد أبرز الإعلاميين كفاءة وطيب أخلاق. ابتسامة حمزة بركاوي ستبقى راسخة في أذهان كل الزملاء من مجمع الشروق يسود الحزن قلوبهم، ذلك أن علاقة عمال الشروق أكثر من زملاء، فهم إخوة تحت قيادة إدارة من أكثر الإدارات كفاءة. اليوم يبكيك القلم والبلاط وقاعات التحرير. سفر لبلد ينعدم فيه أدنى شروط الحماية الصحية، غامر فيه حمزة ولم يعلم أن حب المهنة سيقضي عليه. فاللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. حنا نقولوا له ربي يرحمه ويكرم، يعني ما نقدروش نعاودوا نشوفوا هذه الصور، يعني ما يجوناش دموع ولا يعني قد ما رانا نسيو نشدوا روحنا ولا، لكن لا غالب ما نشقى. ربي يرحمه ان شاء الله حمزه بركاوي، نقول برك انه يعني ولا نقولوا لكامل عائلته ربي يجيب لكم الصبر، وستبقى في قلوبنا حمزة بركاوي للأبد. وكنا تعلمنا منك كثير يعني الحوايج اللي نقدروا نلقاوهم في الإعلام. فمشاهدينا الكرام نطلبوا منكم كامل يعني تدعيوا له بالرحمة وإن شاء الله يكون من أهل الجنة. مروا لموضوع آخر اللي هو شان 2023، لكن قبل ما ندخلوا في هذا الموضوع بنا نعطيكم خبر حصري ولا راحين نفردوا به احنا في برنامج لايف المشاهير فيما يخص حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين لسنة 2023 راح يقام هنا بالجزائر. فكل من الإعلامية ريم عماري والإعلامي يونس صابر شريف هما اللي راحين ينشطوا حفل الافتتاح. أما فيما يخص ضيوف الشرف راح يكون حفيد نيلسون مانديلا، بما أنه الملعب يعني سمي بنيلسون مانديلا ملعب راقي، وكذا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيوفاني جيوفاني انفانتينو اللي راح يكون حاضر هنا في ملعب براقي غدا ان شاء الله 13 جانفي 2023. راح يكون حفل الافتتاح ومباراه الجزائر وليبيا اللي حتكون على الساعه 8 مساء. اما فيما يخص سول كينغ او خبر سول كينغ وداجو اللي راحين يغنوا في حفل الافتتاح كنا انفردنا به في الاعداد السابقه، فسول كينغ حيغني وحده وداجو
كذلك حيكون ليه أغنية وحده، وفي الأخير تاني حيكون كاين ديو بيناتهم اللي هي أغنية ملايين اللي كانت جمعتهم أو ملايين اللي كانت جمعتهم اللي حققت نجاح كبير هذيك الأغنية مع بعض إكرام، وكان عندهم كذلك نيفين وكريم نسبة مشاهدة كبيرة فيها، وكل ما يتلاقوا في حفلة كانوا يغنوها كيف كيف. فحظ موفق للمنتخب الجزائري الوطني اللي راح يخوض غدوة أول مباراة ليه على الساعة 8 كامل، لازم نشوف المنتخب الجزائري ونشجعه. طبعا إكرام احنا كنا شفنا ديجا ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران هذاك النجاح اللي كان، والمنتخب وشفنا الفرق تاني اللي قدمت أبهى صورة للبلاد يعني على حسن تنظيمته. وكما قلت على ريم عماري إكرام اللي كنا شفناها تاني في ألعاب البحر المتوسط الأبيض المتوسط كانت هي اللي نشطت هذاك الحفل، يعني صافي بيزا كنزيدو نشوفوها يعني هي يعني نقولوا لا فيغيتي ريم عماري عندها كاريزما وعندها حضور في تقديم هاد ليزيفانمون الكبار. يعني انا نقول اختياره في محله يعني باش تمثل الجزائر، يعني ما نكذبوش على روحنا انه كي تخيل المنشطين تاعنا هما اللي راح يمثلوا صوره الجزائر في العالم، لانه العالم كامل راح يشوفنا. كنا شفناها تاني قلنا في بحر الابيض المتوسط وكانت قدمت يعني مليح، دونك نتمنوا لهم احنا التوفيق ليها وليونس صابر الشريف، لانه تاني يونس صابر الشريف يعني انا نقول صراحه خدمت مع يونس صابر الشريف، دونك عنده فصاحه في اللسان وفي الكلام ايتو، دونك نقول لهم بالتوفيق. دايوغ ديجا اكرام كنا قلنا انه هذا الشان اللي حتقام في الجزائر يعني الشان في بلاد الشان على نسبه الى الجزائر هي صافي بليزير. هذا انتشر الشان في بلاد الشان، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وين شفنا تاني كامل تفاعلوا مع هذا الشان في بلاد الشان في بلاد الشان، شفنا مؤثرين، شفنا بزاف مشاهير بارطاجوها في ليستوري، شفنا ثاني بزاف سواء من اللاعبين تاع كيما نقولوا حنايا ليكيب ناسيونال، شفنا عطال، شفنا بونجاح، شفنا جمال بن عمري، شفنا ديلور، شفنا محرز، شفنا سليماني، سهيلة معلم، ريفكا، شفنا بزاف اللي بارطاجو يعني كامل وقفوا على قدم واحد باش يدعموا الشان في بلادنا. طبعا ترويج نيفين لهذا يعني التظاهره الكبيره كان هضر عليها كذلك وزير الاتصال اللي قال لازم نبرزوا ونبينوا الصوره الجميله للجزائر. فبعد نجاح طبعا 19 للالعاب البحر الابيض المتوسط اللي كانت بوهران قال انه لازم نكملوا فيها، لانه هذه راح تكون اون شانس ولا فرصه باش تقدر الجزائر هي اللي تضم ولا هي اللي تنظم كاس افريقيا اللي حيكون سنه 2025. أكيد وهذه الصورة الجميلة اللي أعطيناها بوهران بدورة ألعاب البحر المتوسط كلنا بنتمنى أنه تكمل كمان هلأ بالشان، وتكون التنظيم أكيد خالي من أي أشياء سلبية، الناس يلتزموا بالتعليمات، لأن مثل ما عم نشوف دائما عم تطلع تعليمات العلاقة بالملاعب ولا كيفية التصرف بالملاعب والأشياء الممنوعة بالملاعب، فبنتمنى من كل الناس تكون ملتزمة بهذه الحاجة. والحاجة الجديدة برك اللي حتكون نعاودوا برك نذكروا أنه في كل طبعات كأس أمم افريقيا المحليين عاده ما تضم 16 منتخب، لكن هذه المره تضم 18 منتخب. سخرت الجزائر اربع ملاعب كبيره بيناتها ملعب نيلسون مانديلا اللي حيكون فيه الافتتاح غدوه، ملعب عنابه، ملعب قسنطينه، وملعب وهران اللي غني عن التعريف واللي كان ضم كذلك مباريات وديه وكذا شفنا فيه العاب البحر الابيض المتوسط. احنا دائما اكرام عبر برامجنا ولا نقدموا احنا رساله انه كيما رانا نشوفوا احنا استاد براقي كيفاش راهو بجوده عاليه، راهو يعني كيما نشوفوا نقولوا استاد عالمي بالعاميه تاعنا، كنا حابين يعني دائما نقولوا زعما حابين استاد عالمي واستاد الشباب اللي نفتخروا به، دونك وعدنا استاد ما شاء الله عليه ماذا بينا نحافظوا عليه، عندنا دي استاد لكن نيلسون مانديلا كيما رانا نشوفوا فيه راهو مخدوم بطريقه عالميه اكرام، ماذا بينا نحافظوا عليه ونحافظوا على عليه كيما يراهو بالكراسه بالمقر كيما قلت انت يا كريم، لازم نحترموا كامل هذوك التعليمات اللي مدهم يعني سواء من الاكل سواء من النفايات سواء من اي شيء، لازم نحافظوا عليه لازم مأكولات المشروبات ما تجيبوا معاكم تماما. صح يعني مام حتى التعليمات اللي خرجوا جوستومون ايفين بما انك تكلمت عليهم، فالتعليمات نعاودوا برك نذكرهم للناس بالك اللي ما كاين ما دخلوش مواقع التواصل الاجتماعي، راهم توجهين للملعب غدوه ان شاء الله، فنقول لكم انه الاكل باش تدخلوه للملعب ممنوع منعا باتا، لانه راكو رايحين تقدروا تشروا الاكل داخل الملعب، لي ساكادو ولا الحقائب يعني ثاني ممنوعين، التدخين ممنوع، وكذلك نطلبوا منكم احنا من خلال برنامج لايف المشاهير انه الناس اللي تاكل والناس لازم يعني ياكلوا لانهم في ملعب ويسناو يرفضوا النفايات تاعهم، يرفضوا الاوساخ تاعهم، يرفضوا اي حاجه يخلوها باش نخلوا الصوره الجميله ونبرزوا الصوره الجميله للجزائر والصوره الحقيقيه نقولوا، لانه نعرفوا ولاد بلادنا كامل يحبوا انقا ويحبوا الحاجه كي تكون شابه. فهاد العفايس كما نقولوا احنا تفاصيل صغيره لكنها هي اللي تقدر تخلينا الفرصه انه ننظموا كاس افريقيا 2025. فنطلبوا من المشاهدين كامل لما يشوفوا فينا يدعموا المنتخب الجزائري الوطني، ولا
ولكن يدعموا الجزائر ككل ويروجوا للجزائر. هي كما بينا صوره شابه في وهران، ماذا بينا نزيدوا نكملوا هذيك الصوره تاع وهران، نزيدوا نكملوها هذه المره في الشان. يعني راهي فتره ماشي كبيره بزاف اللي حنشوفوا فيها المباريات، وان شاء الله من وهران للشان نزيدوا نضموا مباريات اخرى، لما لا نضموا كاس افريقيا ونزيدوا حتى كاس العالم. وعلاش لا، واي نوت كريم كي ضحكت، واي نوت نديروا كاس العالم ان شاء الله. يعني معليش احنا نبداو بكاس امم افريقيا 2025. نعود نذكروا برك المشاهدين ب يعني الخبر الحصري اللي كنا نفاردنا به، انه يعني حفيد نيلسون مانديلا راح يكون في الملعب غدوه في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وكذا جياني انفانتينو اللي هو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم حيكون حاضر هو كذلك، وحيكون ضيف شرف يعني باش تشوفوا اهميه هذا التظاهره وتظاهره قد ما راهي كبيره. يعني ضيوف كما هذوما ضيوف دو كاليتي كما نقولوا حنايا، لازم نبينوا كامل الجمهور الجزائري اللي يكون قاعد تما، لازم يبين الصوره الجميله للجزائر. وان شاء الله ثاني المنتخب الجزائري الوطني يكون حيأدي مباراه في القمه يعني ضد المنتخب الليبي. المنتخب الليبي كذلك اللي نعرفوا عليه انه عندهم امكانيات كبيره، ورايحين نشوفوا ان شاء الله مباراه ممتعه وحفل افتتاح كذلك ممتع بحضور كل من سول كينغ داجو وفنانين وحدهم اللي حتمتعوا ان شاء الله. يا إكرام راهي في الحفل وراهي متحمسه، على بالي الشانة كيف فرحانه بها إكرام. مايس الاخر راني نشوف واش تقولوا مايس انتم الفشار الفشار بس اختار قلت في انا شوفوا غلط قلت لهم الشوفار يلا إكرام مكملين توجو مع الحفلات تو على بالنا بلي اليوم راهو يناير وكما قلنا لكم اسقسم قاسليكم وكامل العلماء اللي كيف تكنيك اللي راهم معنا دونك يناير على بالنا بلي عاده من عاداتنا وتقاليدنا اللي نحتفلوا به، وعلى بالنا كيفاش يعني دوك نعرفوا الناس كيفاش نحتفلوا به، بالك راهم يشوفوا فينا من بلدان اخرى يعني يلبسوا الملابس التقليديه زي الامازيغي سورتو زي الامازيغي والحلي الامازيغي، والاكلات تكون اكلات تقليديه يعني وكل كلها هي جوستومون هي كل منطقه كيفاش يطيبوا وش يعني عندهم اطباق تقليديه تاعهم اكرام. دونك هي المعروف حنايا التراس تاس هو شنو هذيك الحلوه اللي نشروها ايتو ونحطوا الصغير هذاك تاع الدار في الجفنه يكون فرغوا عليه الحلوه هذه تعرفها كريم دروها كي كنت صغير كريم لا 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 بس شفتها بس نحطوا الصغير تاع الدار ونرموا عليه الحلوه. هي جينيرالمون هي حطوا طفل صغير ولا كاين دي فامي كي تكون عندهم عروسه جديده في الدار يديروا لها ليها يقول لك يعني هكا اكرام هو مثال نمدوا فيه فقط لان يكون مع العائله كيفاش يديروا. وحنا شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي دائما نمدوا صوره ثانيه جميله ونروجوا لعادتنا وتقاليدنا اللي دائما نقولوا لازم نحافظوا عليهم. اللي يلبسوه الامازيغ نيبي اكزاكتومون احنا كما نقولوا نشوفوا المواقع التواصل الاجتماعي بالك اللي كان اللي يشوف بزاف انه تاثير سلبي يكون اكثر منه ايجابي. احنا حبينا نقولوا برك انه في مناسبات كما هذوما كما كنا نهضروا على الشان قلنا لازم نروجوا للشان 2023 اللي راهي تقام بالجزائر. حتى الناس كاين بناتهم حين يروحوا في حفل الافتتاح يعني خصيصا راح يدخلوا الحفله حيلبسوا لباس التقليدي الجزائري. فالمؤثرات ولا الشخصيات المعروفه شفناهم خرجوا في مواقع التواصل الاجتماعي وين كامل لبسوا اللباس التقليدي الامازيغي. كل واحد واش لبس، كاين اللي خير انه يلبس لولاده، كاين اللي خير انه يلبس هو، كاين كما نشوفوا في الصوره اكرام هذو انت العام اللي فات وهذا العام كاين بزاف كاين بزاف ناس ثاني نشروا هذوك لي دو زونفون كانوا يعني بنات مؤثره اولاد مؤثره نوري ام اللي اختارت انه تشارك صوره لاولادها. العام اللي فات كانت شاركت صوره لها لكن هذا العام صوره لاولادها ثاني كذلك الابنه تاع سليمه سواكري والاعلاميه سليمه سواكري. شانس بالعيد من الجمل السابقه اكرام شانس بالعيد لنجومها تحيه كبيره الى نوال عيوج اللي ثاني هي شاركه الجمهور تاعها صورتها بالزي التقليدي. حياه عوله اللي ثاني هي بارتاجات صورها على انستغرام وستوري بالزي التقليدي ثاني تحتفل مع الجمهور تاعها. هي كاين اكرام اللي احتفلوا به البارح وكاين اللي احتفلوا اليوم. هذه يحيى سماره كما رانا نشوفوا فيها بالزي التقليدي حتى هي هذو اللي قلنا لكم ولاد المؤثره نوري ام الله يبارك عليهم بلا خرج عليهم ما شاء الله. عندنا ثاني صور اخرى اللي إكرام عندنا مايا رجيل مايا رجيل اللي كانت دارت فيديو قصير ولا ريل كما نقولوا احنا اكزاكتومون هذا اللي رانا نشوفوا فيه الاحتفال كريم هلا ما صحت لي الفرصه اني انا احتفل اكيد هذا العام احنا ولا غير شفت جينا حنحتفلوا لكن تماما كلنا ما كان في عندنا الفرصه نحتفل هذا العام. ان شاء الله الاعوام الجايه وان شاء الله تكون اعوامنا كلنا طويله ومديده وان شاء الله بنحتفلوا اكثر واكثر وبتعرف اكثر على العادات والتقاليد وعلى هذا نحتفلوا به معليش هذه الصور اللي رانا نشوفوا فيهم كريم
كل المشاهدين للمؤثره مايا رجيل كان دارتهم قبل ما تروح لتركيا، قبل ما توجه لتركيا وين دارت عمليه التكميم اللي راهي متواجده الان بتركيا، يعني من اجل تحليلات ايتوسال اللي كان دارتهم بعد العمليه. فنقولوا لها ربي يشفيك، لكن هي تلمون تخمم يعني في المحتوى تاعها وكيفاش تروج لي جهزتهم قبل ما تسافر، جهزتهم قبل ما تسافر وورات كيفاش طريقه الاحتفال، كيفاش نحتفلوا. يعني هو كل واحد كما قالت نيفين كل واحد والاحتفال فتاعو، لكن هي ورات اون جينيرال كيفاش يحتفلوا الناس هنا في الجزائر والامازيغ. كرام كاين بزاف اللي يقول لك اه راهم يبارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي يركبوا الموجه، ولا نسمعوا بزاف هذه الهضره. كاين دائما يخرجوا لنا اشخاص سلبيين في مواقع التواصل الاجتماعي وين يعلقوا على هذه الصور. انا او كونتخ هذا رايي ما باش تشاركوني فيه انتم ثاني، انه شوفها انه هذا الشيء جميل جدا المؤثرات تاعنا وصناع المحتوى تاعنا يروجوا اللباس التقليدي تاعنا، لانه دائما رانا نقولوا انه راهو يتسرق تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. تسمى انا جوفوا بهادو المؤثرين تاعنا وصناع المحتوى تاعنا اللي رانا نشوفوا فيهم، رانا نروجوا لالبستنا والعادات وتقاليدنا باش نماركي ونبينوا للناس انه هذا تاعنا، هذا شينا ويخصنا. اللي حكينا فيها المره اللي فاتت انه نحن دائما نروج، مو لما بيكون في مشكله بتخص هذا طبعاً الموضوع او قصه بتخص هذا الموضوع، دائما نروج لهي العادات والتقاليد الجميله والحلوه. اكيد نحن دائما بنستنى المؤثرين والناس يعني من المناسبات برك باش نبروفيت، يعني المناسبات هما اللي يقدروا بالك يزيدوا يحفزوا البنادم باش ينشر هذه العادات والتقاليد. العادات والتقاليد الجزائريه عادات وتقاليد جميله جدا وكبيره بزاف ومناطقها كبيره بزاف الجزائر، يعني في كل خطره ما نقدروش دائما نبينوا كل منطقه وباش تحتفل، لكن احنا من خلال البرنامج يعني نبروفيت من شاك اوكازيون انه نهضروا على لباس من البسنا التقليديه. كرام كنت هضرتي على مايا رجيل اللي راهي في تركيا راح تدير عمليه التكميم، هي كنا حضرنا ورقه من قبل وين هضرنا فيها على عمليات التكميم وشفط الدهون هذا البوتوكس وعمليات التجميل ايتو، وين كنا ثاني الابن اللي شفنا وفاه الابن البكر اللي جورج واسوف وديع جورج واسوف اللي راح يدير عمليه ثاني تكميم، لكن بسبب مضاعفات صحيه بعد ما كانت عنده جرعه زائده لانستيزي فوالا تخدير راحت الكلمه يعني للتخدير. دونك حنا كنا حضرنا ورقه لي باش نتكلموا فيها يعني واش حال من الفنان دار هذه العمليه، كاين اللي نجحت لهم وشافوا نتيجه وكاين اللي توفى. انا نشوف يعني اكثر من حاله وفاه بين صارت بين فنان. انا نشوف انه صح هي عمليه التكميم مليحه، لكن الواحد اللي يروح يدير عمليه التكميم لازم يخمم شحال من خطره باش يروح يدير هذا لو ريسك. انا نقول له اونتر بارونتيز خطر كبير، سي ان ريسك وخطر كبير على صحه الانسان. فقبل ما نروح ونسي عمليه التجميل ولا التكميم، هذا رايي يعني وكل واحد حر في حياته يدير واش يحب بيان سور، لكن نحاولوا انه نجربوا الرياضه، نجربوا الريجيم، نجربوا بزاف حوايج. لانه انا عمليه التكميم نشوف اللي يديرها هو اللي مريض يعني مرض السمنه، ماشي اللي يسمن وفقط من الاكل اللي يتوسع. فكما قالت نيفين اللي بيكون جرب كل الطرق مثل ما انت قلتي، ان كانت رياضه وان كان الريجيم. فالموضوع اللي دارته نيفين هو يتكلم على يعني بزاف نجوم شفناك شاركتيهم في الورقه تاعك، انه مام حتى ولا نجحت لهم لكن جازوا ب اون بيريود بزاف كما نقولوا بزاف واعره وجازوا على خطر كبير. كاين اللي ندموا ابخي اكرام ثاني، اللي كاين يدخلوا للانعاش، كاين كل واحد بيناتهم وديع واسوف اللي يعني كان توفى بسبب هذه العمليه. طبعا احنا حضرنا ورقه، يلا نروحوا نشوفوها شكون هاد الفنانين اللي داروا العمليات، شكون اللي نجحت لهم وشكون اللي توفوا. جاءت الوفاة المفاجئة لوديع الابن البكر لسلطان الطرب جورج واسوف، واللي نتجت على خلفية مضاعفات عملية جراحية أجراها قبل أيام، لتعيد للذاكرة عديد العمليات التجميلية لأجراها مشاهير الفن وحتى السوشيال ميديا على مر السنوات الأخيرة. ولأن المشاهير يحرصوا دائما وأبدا على الحفاظ على صورتهم، بزاف منهم يقوموا بعملية تجميل مختلفة من شد وشفط دهون وبوتوكس وأخيرا عملية تكميم المعدة اللي انتشرت بزاف خلال السنوات الأخيرة. والمشكل في هذه العملية بالذات أنه كاين اللي تنجح لهم كاين للأسف يتعرضوا لمضاعفات، ومن ثم يكون خطر الموت مصيرهم، وهذا اللي شفناه مع وديع ابن الوسوف. ياسمين بالقاسم من الفنانات اللي خضعوا لعملية تكميم المعدة أو تصغيرها، وشفنا تغير كبير في ملامحها وجسمها، وأجرت ياسمين عملية التكميم في تركيا. نفس الشيء بالنسبة لمايا رجيل اللي ثاني أجرت عملية نفسها بعد ما لحق وزنها إلى حوالي 100 كيلو ونجحت لها العملية والحمد لله.
المرحوم هو ريمانار اللي كان راح يخضع لعملية شفط الدهون وتوفى إثر الجرعة التخدير الزائدة، وتوفى كذلك وديع جورج وسوف بعد احتجازه في المستشفى لأيام نتيجة إجراء عملية تكميم المعدة اللي أدت إلى مضاعفات كبيرة. كذلك دخلت الفنانة سعاد النصر في غيبوبة عام 2006 استمرت عاما كاملا بسبب جرعة مخدر خاطئة، وكان هذا تمهيدا لإجراء عملية شفط الدهون، وتوفيت في 5 جانفي 2007 على إثرها. الإعلامية فجر سعيد تعرضت هي الأخرى لنزيف حاد وتوقف في عضلة القلب أدى إلى بقائها في العناية المركزة لمدة شهر كامل. الفنانة هنادي مهنة أجرت ذات العملية ونجحت لها عمليتها ونحفت بزاف. المطيب إبراهيم الحكمي دار عملية التخسيس بعد ما فات وزنه 200 كيلو، وغيرهم من الفنانين سمية الخشاب اللي أجرت عملية تكميم المعدة وفقدت 20 كيلو في ظرف 9 أشهر. أحمد زاهر تفاجأ متابعوه بشكله بعد أنه فقد وزنه بشكل ملحوظ، وذلك بعد إجراء عملية ساهمت في تخلصه من السمنة. حسين الجسمي فقد حوالي 60 كيلو خلال 5 أشهر بعد إجراءه لعملية تصغير المعدة، لكن في المقابل كاين عدد من الفنانين والمشاهير اللي رحلوا نتيجة عملية التخسيس اللي ما يتحملش معظم الأطباء نتائجها، حيث يطلبوا من المريض أو ذويه باش يمضي على أوراق تخليه متقبل للنتيجة سواء كانت حياته أو موته. إذن مشاهدينا الكرام، لحقنا لختام عدد اليوم من برنامج لايف المشاهير، هذا العدد اللي كنا خصصناه لمناقشة مواضيع الأسبوع اللي اكتشتهم في الأعداد السابقة للايف المشاهير. احنا نتمنوا أنه كل مواضيعنا تكون عجبتكم، تفاعلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية الخاصة لقناة الشروق تي في. نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في الناس اللي تحبوهم، أسقاس أمقاس للجميع. نتلاقاو نهار الحد ان شاء الله، الى اللقاء.